السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جوائز على الماشي. في بداية هذه الحلقة أدعوكم فقط إلى متابعة تفاصيلها، فقط إلى الفقرة الأولى سين وجواب. كم عدد أسواق صنعاء القديمة؟ كم عدد أسواق صنعاء القديمة؟ أنا ممكن أذكر لك أسماء الأسواق، لكن بالتحديد عدد من سبعة إلى. ديلي رقمها. الرقم. الرقم. كم عدد أسواق صنعاء القديمة؟ 8 أسواق. 6. يعني عاد تجي تسوي لي أرقام؟ لا لا ودي. 2. قليل. 2 بس. لا. دار ماجع. سوق الملح. كم يا حبيبي؟ 7. ما هو 7؟ باب اليمن. لا هذه كم هي؟ هذه كالأبواب. الأبواب. الأسواق. أسواق. أيوة الأسواق. كم سوق الملح. لا تعتدون بشيء. أشتي رقم. 4. كم عددهم؟ كم؟ 4. وأنت يا حاج كم؟ 4. 4 هي. 4. 4. كم؟ 7. 4. 7. لا 5 ولا 4 لا يا حج. مش 4 الى 4 ولا او 6. كم؟ 6. لا مش 6 بس 8 او 7. شكرا شكرا جزيلا لكم. شكرا. عفوا عفوا. وانت بألف خير يا بني. انت بتروح صنعاء القديمة؟ ايوه. في اسواق كثيرة. أيوة. في المحدادة، في سوق الملح، سوق اللقمة، سوق العنب، سوق الاسواق كثيرة. سوق التفاح. سوق الملح. لا كم عددهم؟ 9. لا 15. 15. كم؟ 20. 3. ما شكرا جزيلا، كل عام انتم بخير ان شاء الله. ايوه سمعت عن صنعاء القديمه. الصنعاء القديمه معروفه، التراث. ايوه ايوه معروف. ما قرات شيء ولا وصلتك معلومه كم عدد الاسواق التي فيها؟ 5 ابواب. على الاسواق. على الاسواق كم؟ طبعا كل سوق مثل ما قال يسمى بالحرفه التي فيه او المهنه التي تمتاز فيها. ايوه ايوه معروف. اسواق كثيره جدا، كم عددها؟ كم عدد الاسواق؟ انا ما تبعك. انا قصدي اذا وصلتك معلومه. ايوه ايوه. لا والله ما وصلتش معلومات. لا ابدا. انا اقول احتمال 8 اسواق. لا اكثر. اي كم قلت 8 اسواق. طيب انا اقول 11. اخر كلام. 11. اخر كلام. اخر كلام. شكرا لك. عفوا. كم عدد الاسواق صنعاء قديمة؟ عدد الابواب 7. تمام. الابواب 7. تمام. الاسواق. الاسواق قعدت تسب. سوق الملح. تمام. ايوه صح فعلا. الحديد، سوق الزبيب، سوق الملح، سوق. كم عددها؟ سوق البقر. كم عددها؟ خيرت 7. ساعة الابواب. لا اكثر. 20. اكثر. تمام. 70. 20 في حدود. كريمة جدا، كريمة جدا. خلاص خليها 20. 20 ل 25. كم؟ 20 ل 25. شكرا. كم عدد اسواق صنعاء القديمة؟ أسواق صنعاء القديمة. 7. 7. 7. لا كم عددها؟ أشي رقم. 11. لا مش 11. 52. 7. لا مش 52. 17. كم عدد أسواق؟ 17. 7. 10. قال أنا ذكي فما ينفعش. دخلت ذكي فيهم. لا ما ينفعش. 13. شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. كم أسواق صنعاء القديمة؟ وأجيب لك جائزة الآن. 7. من أنا من أب. من أب. تخسر صنعة قديمة. أكيد. كيف أسواقها؟ والله تمام روعة. تمام. كم عدد أسواق صنعة قديمة؟ 7. كم؟ 7. لا. إلى 7 أبواب. تمام. الأبواب. أبواب 7. تمام. الأسواق. ها؟ 5. الأسواق. 5. لا. 6. لا. 9. 9. لا. 8 أسواق. لا. أسواق صنعة قديمة. أسواق صنعة قديمة. كم عدد أسواق صنعة قديمة؟ تعرف صنعاء القديمة؟ نعم. تمام. أكيد. فيها العديد من الأسواق. نعم. والأسوار أيضا. كم عدد أسواقها؟ أسواقها ولا أسوارها؟ أسواق. أسواقها. أسواق صنعاء القديمة. 30 سوق. 30 سوق. بالفعل 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 بالفعل. عرفني عليك أكيد. عماد زيد عسكر. عماد. 30 سوق. نعم. تعرف تذكر بعضها؟ سوق الملح، سوق ال الحلقة المحداد. نعم. الحلقة البلقة أيضا اللقمة. نعم البلقة. هذا مش سوق.
وباب البلغة. وجائزة هذا السؤال جهاز قياس السكر من مقدم شركة نات كرازي. ألف ألف مبروك أخي وشهر مبارك إن شاء الله. ألف مبروك. والسؤال الثاني في فقرة سين وجواب: ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ الطاهرية. عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. ما هي؟ ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ أنتوا درستوا تاريخ. بني مدام. حلفوا ذي الدرس. حذف الدرس. حذف الدرس. الطاهرية. سألوا ماي. ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. الزيدية. هي المقرانة. مش معروفة. هي المقرانة حولها الملك عمرو عبد الوهاب كان يشتي ينقل العاصمة من المقرانة إلى دمت. هذه من دمت تنقل بعدين. في عهدها بس في أواخر عهدها آخر عاصمة للدولة الطاهرية. أعتقد هي طبعا في كانت في المحافظة البيضاء في رداع وجبن رداع وجبن. بس اشتي العاصمة بالضبط جيب لي اسم العاصمة اللي عرفانا هي المقرانة فقط. هذه كانت خلال عهد الدولة الطاهرية. عهد الدولة الطاهرية تمام. بس اشتي في اواخر عهدها في عاصمة. والله انا ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في اواخر عهدها؟ ان شاء الله معلومات ضعيفة. لا اسئلة غريبة بصراحة. اسئلة ليش؟ تاريخ. انا ما يعجبنيش التاريخ. ما عجبك التاريخ مش مشكلة. شكرا جزيلا. مقرانة أواخر عهدها. ما هي العاصمة للدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ جبلة. لا ما هي لحج. شكرا. الدولة الطاهرية في أواخر عهدها آخر عاصمة للدولة الطاهرية. عاصمة الدولة الطاهرية إيش؟ والله لا. الدولة الطاهرية في أواخر عهدها ظفار. في أواخر عهدها زبيد. بدي الاختيارات الآن. تمام ما أقول لك. ما هي العاصمة؟ شكرا جزيلا. الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. الدولة الطاهرية دولة بني الدولة الطاهرية التي هي عاصمتها عاصمتها مش عارف يا أخي والله. عاصمة الدولة الطاهرية. لا عاصمة الدولة الطاهرية جبلة. الطاهرية كوكبة. شكرا جزيلا. كتبة جبلة. شكرا جزيلا. ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ ما هي عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها؟ جبلة. لا جبلة. الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. أواخر عهد. لا ما هي العاصمة. هو بيقول ما هي العاصمة. جبلة. عاصمة إيش؟ لا شكرا جزيلا. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. لا أعلم. تعال. عاصمة الدولة الطاهرية في أواخر عهدها. قد مشي علي هذا السؤال. كانت الدولة الرسولية في عاصمتها تعز الظاهرية في لحج. ما شاء الله. بالفعل ألف ألف مبروك. ما هي؟ عاصمة الدولة الظاهرية لحج. لحج بالفعل. وهي من أشهر العواصم التي تقع أو المدن التي تقع على دلتا تبن. ألف ألف مبروك أخي عبد الغني الماخذ. يا أخي تعال. ألف مبروك وجائزة نقدية مقدمة من شركة برادرز ميديا. ألف مبروك.